السلام عليكم شباب، شو صحتكم اليوم؟ ان شاء الله بخير. رجعناكم من جديد بشرح جديد بخصوص لعبة ذاكرة يوتيوب. طبعا اسف بعد انقطاع فترة بسبب المشاكل، كلنا نعرف اليوم احنا عايشين بالعراق، طبعا بلدي الحبيب. هواي مشاكل من ناحية الكهرباء والانترنت، ومشاكل من عدد المشاكل بالحياة اليومية اللي تواجهها راح تخليك تشغلك عن هواي امور. اليوم هسه حاليا انا مو مشكلة، رجعت انقطعت الفترة 3 ايام اللي راحت، هسه حاليا رجعت على لعبة ذاكرة تو. طبعا اليوم لعبت جيم وسويت مهمات، اجيت على العفو الملف الشخصي، روح على الموتور باس، وصلت انا ليفل 50، يعني ختمت الموتور باس، حصلت على سيارة. هاي السيارة اللي موجودة هي سيارة الماسكت ليدر، ما اعرف شنو المنشأ، اول مرة اشوفها. هي طبعا بريطاني اسمها كرياتورز. هذه السيارة هي سيارة الخارجين عن القانون. اليوم راح نجي هسه راح نختار السيارة ونشوف شنو التعديلات. طبعا السيارة هنا راح تنزل، هي طبعا السيارة هايبر كار، الكل يعرف هذا الشيء. راح اروح على التخصيص، راح نروح على المظهر، ما بيها غير بس مجرد اطارات وغيره. راح نشوف عزينا شنو الاشياء الحلوه اللي موجوده بيها من تعديلات الناس اللي مسوين هذا التعديل. جاهز طبعا راح يكون فيديو ان شاء الله بعد ما احصل وقت اقدر اخلي بيه شو راح تقدر تسوي شغلات بتصمم بنفسك على التودي، من ناحيه التودي او على السياره بشكل مباشر. بس انا انصح التودي اذا كان شعار امبلينج او فد علم دولة او فد شيء بخص دولة. اما اذا كنت تحب شغلات كاملة على السيارة، لا هذا راح يكون بشكل مباشر، هذا راح يكون فيديو وحده. هسه حاليا راح نجي ونشوف شنو التعديلات الناس اللي مسوين عليه. هسه راح نشوف، هذا مخلي لها اديداس، هذا مخلي لها ما اعرف شنو، طبعا اشتريت هذا مثل ما شفتوا، لان شوف صراحه سعر 10000، تفاجئت والله اول مره اشوف لايبرس هيك غالي. مو مشكله عندنا فلوس، بس ما اعرف ليش والله اول مره اشوف لايبرس غالي ب 10000. ما ادري جزء السيارات الغاليه يصير عليه اللايبرس غالي. هنا تقدر تنطيها لون، طبعا اي اعتقد هذا بس الشرايط الحمر سعر 10000، والله غالي، يمكن انغلبت او هيك بالسعر ما ادري. كروم، راح نجي على كروم راح نشوف شنو اكثر شيء مناسب. اخذ هذا اللون او ياهو اخذ، طبعا الميتاليك هم حلو صراحة، انا احب المؤكسد اللي هو الميتاليك هذا. عندك ما ادري اذا الالوان مو كلش، اشوف اللون انه هذا قزحي، الوان هذا قزحية، طبعا يقصد بانه ثلاث الوان مدموجة بلون واحد بحيث كل فترة ينطيك لون حسب الاضاءة والشمس، تختلف من كل جهة بالنسبة للنظر. اكيد افتهمتون النظر، ما ادري بعد، المهم مو مشكلة. هسه حاليا راح نجي نشوف هذا، او ناخذ الاسود، العفو الكروم. انا اشوف الكروم هذا كلش حلو، هذا شوف الالوان كلش حلوة، الكروم هذا اللي شكله لام وكلش حلو ب 3000، وذاك ب 10000 عبارة عن شرايط بس. اسرع نجي على المظهر، راح نجي المظهر نشوف هل ايش فزز السياره، ما اعرف. راح نجي نشوف المظهر شنو الاطار اللي راح يناسب السياره. ما عندي اطار بشرايط حمر مع الاسف، هذا ربع على هذا قديم، اكو اطار ربحته قبل كم يوم، هذا اللي ربحته يمكن باللايف سومت، ما حلو ما ادري. مانكو طربي احمر ما ادري ليش، راح اوفر ستوك. اجي الدخان اخليه احمر اكيد، الاضاءة خليها رماش او ثابت، خليها ثابت. البوق ما طيب ما اعرف، لان اللي عندي مو كلش حلوة، ما النفاخ واكيد كلكم سامعين. هسه راح نجي شباب بعد ما نخلص راح نجي على الاداء، نعطيها اداء عادي. لا نعطيها هذا، كمل الاداء، نعطيها اداء شوي مناسب بالنسبة للسيارة. لا مو هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، يلا مو مشكلة اوف على هذا. راح نجي نعطيها هذا وهذا. هسه حاليا راح نجي ونشوف السيارة، هنشوف السيارة
شلون صارت، شلون طلعت، هل السيارة راح تكون مفيدة من ناحية السباقات أو لا. أنا صراحة ما أعرف، لأن أنت إذا راح تلعب راح تلعب السيزون باس، ما راح تقدر تستفاد منها. طبعا الصراحة لحد الآن ما أعرف هذا الخط الأخضر شنو، بس إن شاء الله راح أعرفه وأقدر أقول لكم شنو هذا فايدته. بس راح نجي نطبق هنا، طبعا الليدات اللي موجودة من ورا كلش حلوة. هذا شكل السيارة من قدام. هاي الدبلات اللي موجودة، طبعا السيارة مخففين من عندها وشارين هواي اشياء ومخلي لها اشياء ثانية. هنجرب تسارع السيارة على نفس الطريق اللي انا احبه كل مرة، هذا اللي دائما نجرب بيه في ديث فالي. هذا الديث فالي اللي موجود هنا مثل ما اشرت، انا اروح كل مرة اجي افرد سيارة بالنا. بس يعني راح نجرب السرعة مع السيارة نشوف ايش قد السرعة. طبعا السيارة وزنها حلو، شوي رزنة بالشارع. راح نجرب طبعا هذا الشارع، وصلنا الشارع الطويل، نشوف ايش قد راح تقدر تمشي السيارة. مثلا انا اعتقد 450 ما راح تقدر اكثر. راح نروح نشوف ال 450 ايش قد راح توصل لنا اكثر او لا، ما هي بعد حاطة منها، ما اريد اطق لي صورة. اربعمية وسبعة واربعين، ثمانية واربعين، تمشي على هاي المسافة. ليش؟ لأنه المكان ثلج ما شاء الله، بس هي 450 عدل، ما راح تقدر تعبر أكثر. احنا راح نقدر نتأكد هذا الشيء من خلال إنه راح نجي هنا، راح نروح على المركبات، راح نأشر عليها، راح نشوف عندك 449 بس هي توصل 450. هاي هنا عندك 452 وهي توصل 460، يعني ويا النيترو طبعا، بس بالاعتياد راح يعطيك فرق بسيط 452 53، يعني مو ذاك الفرق. هذا 450 449. طبعا انا شلون حصلت على السيارة؟ حصلتها عن طريق السيزن باس. راح تجي على التحديات اليومية، هنا أنا يقول لك افتح صناديق اللايف ريورد في اوف رايد مستخدم مركبة انفورسر يونت. هنا أنا راح تجي تحصل على سيارة الفورد رابتر 350، اكيد الكل عندهم. راح تجي تلعب هنا، فز بفعالية الرايلي رايد مستخدما انفورسر يونت في طاقم، لازم وياك اصدقائك يلعبون، يعني تلعبها يلا تحصل على هذا العشرين ويا الصديق على الاقل، يعني على الاقل واحد وياك يلا تقدر تحصل. اما الباقي ذني راح ينفتح الاسبوع الجاي. انت اذا لعبت مثل ما انا لعبت ذني الاسبوعية اللي كل مرة تطلع من البداية راح تحصلها بشكل سريع. اما الهدايا الباقية ما راح تفيدك، فما انصحك بس توصل تحصل السيارة بعد لا تلعب السيزون باس، ما راح يعطيك اشياء، لان ذن الاشياء اللي باقية للسيزون باس كل ما تجمع فلوس. حاليا 67، اذا قدرت على الموسم الجاي اشتري السيزون باس يمكن، يعني ما ادري، بس ما راح اشتري حتى لو كان عندي فلوس، لان صراحة كلش غالي سعره 80. شوف اشتري رصيد كرييت، هذا يقول لي 80 تشتري سيزن باس، ما راح يفيدني صراحة. فلهنا نهاية مقطعنا الفيديو اليوم، شلون لعبت هذه الموتر باس. اما بالنسبة للهوايات سبق وشرحنا تقدر تلعبها من خلال هواي مهارات. هنا يقول لك احصل على قطع العفو، احصل على قطع اداء ملحمية، هنا انا احصل على قطع اداء سوريا. هاي الاشياء تصير شوي شوي اثناء اللعب، واذا حاب تسويها بشكل سريع تجي تختار من واحدة واحدة وتلعبها، وراح تحصل على سيارة البلايموث اللي موجودة هاي. طبعا ابد ما موجودة اي سيارة بلايموث غير بس هاي وسيارة اللايف سومنت. اما الباقي الذني هم نفس الشكل، هذا الهامر اكس كونسبت، يمكن اتش اكس العفو.